السلام عليكم حبيباتي، رمضان مبارك سعيد لكم وعلى جميع الاحباب ديالكم. نتمنى تعجبكم هذه الوصفه. اليوم غادي نحضر لكم واحد الوصفه ديال صوص ديال البيتزا. غنحتاجوا اما مطيشه محكوكه واما مطيشه اللي كتكون معلبه على حسب اللي موجوده عندك. حاجتنا بصله واحده صغيره قطع صغيره رقيقه بزاف، زيت الزيتون، الثوم بودره، الزعتر، الابزار، الملح، والفرماج اللي كيكون بحال هذا الشكل. الا ما كانش هذا نقدروا نعملوا اي نوع ديال الفرماج. على بركه الله.
مش الوقت. هذه أثناء كندون ديفو الفرماج ماشي ضروري يكون هاد النوع، يعني يقدر يكون أي نوع عندك ديال الفرماج. أي بصمة أشكل جيد صوص بنينة وزوينة. كتحتاجيش انك دير فلفلة ولا شي حاجة اخرى، ماشي ضروري، عاوتاني على حسب اختيار اي واحد اللي كيكتفي بهاد الصلصة بوحديتها. كاين اللي كيبغي يضيف اضافات بحال الجزر بحال القرع على خدام بالضبط بحال الفلفل، على حساب اللي توجد عندك تقدري تضيفيه، لكن ما تضيفيش معاها هاد الصلصة، هادو كيتشحروا بوحديتهم. صافي هيا الصوص ديالنا جاهزة، خليوها حتى تبرد عاد باش كنعملوها فوق من البيتزا. وبصحة والراحة.